معي عبر الهاتف المحلل السياسي السعودي الدكتور مشعل العلي. أهلا ومرحبا بك دكتور. عندما يؤكد وزير الخارجية السعودي عادل جوبير أن لا مفاوضات مع قطر لأن القضية ليست تفاوض وإنما القضية هي أن توقف قطر دعمها للإرهاب، هل يقبل المجتمع الدولي بتفاوض حول هذه المسألة؟ ثم برأيك ألا يعد هذا التزام دولي والأصل أن لا يكون هناك تفاوض عليه؟ دكتور مشعل. نعم دكتور، مساء الخير. لك الصوت مو واضح لحضرتك. طيب دكتور أعيد لك السؤال، أنا أسألك عن تصريح معالي وزير الخارجية السعودي عادل جوبير عندما قال إنه لا مفاوضات مع قطر لأن القضية ليست للتفاوض وإنما للتأكد من توقف قطر عن دعمها للإرهاب، هل يقبل المجتمع الدولي بتفاوض عن هذا الموضوع؟ وهل هناك نية للتفاوض؟ ألا يعتبر ذلك التزام دولي وأن الأصل أن لا يكون هناك تفاوض حول هذا الالتزام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معلوم أن معالي الوزير الجبير هو الحق ربان السياسة السعودية في المملكة العربية السعودية، وهذه السياسة العميقة العريقة التي الحقيقة تعرف المنطقة تاريخا وتعرف توجهاتها كذلك. وهي الحقيقة معلوم أن مثلا دعم الإرهاب وتبنيها وكذلك دعم تحريضه هو الحق جريمة لا يمكن أن تغتفر، لأنه هذا حق إنساني للعالم أجمع، والحق مثل هذا الأمر هو لا يستحق التفاوض عليه، لأن كيف تتفاوض على أمر فيه الحق ضرر وإجرام في حق البشرية جمعا؟ فتصريح معالي الوزير هو الحق في محله منضبط قانونا وسياسة، والحق هذا ما تحاربه الدول وتجيش الدول عليه الجيوش من أجل القضاء على هذه الجريمة النكراء، جريمة الإخاخات ودعم. ورأينا من السياسة القطرية أن هناك اعترافا بأنها كانت جزء من منظومة من يدعم الإرهاب، وهي بلسان وزير خارجيتها، والدليل على أنها هي أثبتت على نفسها مثل هذه الجريمة، وإثباتها الحقيقة لا يلزم غيرها بما تدعيه، هي الحق دعوة أثبتتها بنفسها، شهادتها على نفسها دليل على ذلك. وواقع الحال ما نراه من تحريض من الإعلام القطري على كثير من مكونات الشعوب في العالم العربي سواء شمال افريقيا مصر غيرها، الحق كان هناك تحريضا واضحا للثوره ولقلقله المنطقه واضعاف مكوناتها. ولو راينا الى المملكه العربيه السعوديه كيف كانت تخطط من اجل زعزعه امنها واستقرارها بل والتدخل في شؤون حكمها. نعم دكتور في ذلك قال وزير الدفاع البريطاني السابق في مقاله نشرتها مجله نيو ستيتسمان، قال إن السياسة الخارجية لقطر تثير قلق مباشر ووجودي، وأنها استخدمت المال والسلاح لدعم الإرهاب والإطاحة بأنظمة عربية. برأيك هل هذه المخاوف هي مخاوف المنطقة العربية والخليج أم أنها مخاوف في العالم كله من سياسة قطر الخارجية؟ أنا أتصور أن أي إنسان حر أبي أو أي عاقل يرى أن في هذه الجريمة النكرة الحق توسعا ووجودا، أي دعم لها يعتبر الحق هو مشاركة فيها وإذكائها، الحق العالم كله يجتمع على أنه يحارب هذه الآفة الكبيرة في المنطقة وفي العالم أجمع. نرى أن الإرهاب ضرب أوروبا، ضرب بريطانيا، ضرب أمريكا، ضرب كل الدول. الحق هذا الإرهاب هو الذي له ولا طعم، ومن يؤيده هو يعتبر يؤيد الشيطان. نعم. ومؤيد الشيطان كيف يكون؟ هو الشر الأكبر الذي يجب اجتثاثه. ولكن معولنا على العقلاء في قطر والقيادة أن يكون عندها من الأناة ومن معرفة الأمور ومن إعطاء الأمور قيمتها وعدم الذهاب بعيدا، لأن كلما تذهب بعيدا تنكشف القضية ويكون الجرم أكبر، ويكون تبني الحقيقة ما يلزم من ناحية القانونية أكثر الحقيقة إيلاما للجميع. نحن في ألم عظيم ويعتصرنا الألم. ورأيت من خطاب سمو الشيخ تميم الحقيقة فيه من الضعف وفيه من عدم إدارة المسألة وإعطائها قيمتها. شكرا جزيلا لك. دول الحقيقة المقاطعة لقطر هي مقاطعة لأنها اكتشفت أشياء أظهرت بعضه وأبقت الكثير، وحينما تظهر وتنكشف للشعوب سيكون هناك غضبة كبرى من الشعوب في تلك المنطقة، في هذه المنطقة ومن الشعوب في العالم أجمع، لأن الحق لا يقبل أي تصرف مثل هذا في مسألة وجود الإنسان ودمه وعرضه. واضحة الصورة دكتور مشعل، كل الشكر. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي السعودي دكتور مشعل العلي، واعذرني على المقاطعة.